بكاء قمر طائي والد السلاوي وبخه وعيد ميلاد لانا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع لانا محمد اللي نشرت ستوريات عن تجهيزاتها لحفلة عيد ميلادها التي ستقام اليوم. So guys، مثل ما شايفين انا هلا طلعت لحتى اتجهز، المفروض اكون طالعة من الساعة 1 بس عادي يعني مو اول مرة. فانا رايحة هلا اسوي شعر وميك اب، وانتم اكيد رح تعرفوا عن مين، بدكم تكتبوا لي وتحسوا عند مين رح اسوي الشعر وعند مين رح اسوي الميك اب. فانه يس سبني اللي سوي وجهي مفقع يعني سمي يس. ونمر إلى الفنان السلاوي اللي مبارح بعت رسالة بالغلط لوالده وحب يشوف ردة فعله على هذه الرسالة، والسلاوي على أساس إنه عم يراسل حبيبته. آسف يا أبا آسف والله، كنت أحكي مع صاحبتي ودغيك أنت ما جت، حكيت تسلم إيديك. تحكي مع صاحبتك يا ابن الكندرة؟ ماشي. نمر إلى قمر طائي اللي ظهرت مبارح في لايف إلها وصرحت إنه هي كانت عم تبكي، والواضح إنه قمر بتمر بظروف صعبة هاي الفترة. كأنك باكية. لا مو باكية، لا هو شوفوا أنا بكيت البارحة بالليل، بس إنه هاي مورمة لأنه أنا هسه قاعدة من النوم، فأصلا يعني عيوني مو مال ميك اب، بس ده حاول أحط حتى أصير ما أبين إنه أنا هسه قاعدة من النوم.